حياكم الله، أنا سلطان الشدادي وأنا لين الحلواني. هذه حلقة جديدة in other news وأبرز عناوينها: أولاد بديعة حديث الساعة وبينقل سلافة معمار إلى مكان آخر، فوانيس رمضان مؤشر على الأزمة الاقتصادية، AI بيضبط أمن فرنسا خلال الألعاب الأولمبية المقبلة. هاي العناوين والبداية مع فقرة يومية نتناول فيها مواضيع خاصة بالشهر الفضيل. عم بتابع مسلسلات رمضان؟ يعني على الخفيف وبديتها جدول. أنا شخصية ممكن عم بحضر 5 مسلسلات، 2 منهم سكادجول للأشهر الجاي. زخم كتير كبير، بس الدراما السورية داخل بقوة على خط المنافسة في موسم رمضان هالسنة بعدة أعمال، منها مسلسل أولاد بديعة اللي عم بيحقق نسبة مشاهدة عالية، والناس عم تتفاعل مع شخصيات المسلسل على السوشيال ميديا. بتدور أحداث المسلسل حول بديعة الأرملة اللي ربت أولادها بمفردها في أحياء دمشق الشعبية، بطولة سلافة معمار، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية مثل يامن الحجلي، محمود نصر، توليم بكري، وبتتولى رشا شربتجي إخراج المسلسل. ردود الفعل على العمل انقسمت بين مؤيد وبين منتقد. من أول حلقة طبعاً انعرضت، ولكن نقلت سلافة من الخائن إلى بديعة قصة ثانية. خلونا نتابع مع بعض هذا التقرير. وفاة رجل مهم ونافذ تشتعل بسببها معركة شرسة بين أولاده تكشف الأسرار وطمع النفوس. تأثرنا المشاهد في رحلة بين الماضي والحاضر، ومن عالم المدابغ ورشات صباغة وصناعة الجلد في دمشق بينشأ صراع بين الدباغين، وندخل في سيرة عائلية بين الصراع والاتحاد والخلاف واختبارات الأخوة الحقيقية. هي دي قصة ولاد بديعة. وانتي يا شكار، شو رأيك من رأي أخواتك؟ أنا ما بيشغلني، I don't care. المسلسل من بطولة النجمة سلافة معمار، الفنان السوري المبدع سامر إسماعيل، والفنان المحبوب يامن الحجلي، النجم محمود نصر، إضافة إلى نادين خوري، نادين تحسين بيك، وإمارات رزق وغيرهم. ومن إخراج المخرجة السورية رشا شربتجي اللي نجحت إنها تظهر جانب جديد وغير معتاد من سلافة، اللي بتقدم شخصية الفتاة الشعبية سكر صاحبة الملهى الليلي. قالت سلافة في تصريح سابق ليها إن مسلسل ولاد بديعة عرفها على إن الأمومة بتبقى هاجساً لدى الأنثى مهما اختلفت ظروفها. لك أنت ليه ما عم تحس فيني؟ ليه؟ لك أنا من جوا مستوحشة؟ أنا أخواتي ما طلع لي فيهم خير. بعد بث أولى حلقات مسلسلها الجديد تصدرت الترند لإجماع الجماهير على قوة أدائها، وجذبت شخصية سلافة العنيفة انتباه الجمهور متشوقين لمتابعتها لنهاية المسلسل، فذهب البعض إلى تشبيهها بالدمية المرعبة أنابيل من خلال طريقة تعبيرات وجهها. ومكملين بفقرتنا الرمضانية اليومية، ومثل ما وعدناكم كل يوم رح نسلط الضوء على طبق رمضاني بزين سفرتنا برمضان وخلال الإفطار. اليوم طبقنا من أنواع الحلا وهو كلاج رمضان. الكلاج يزين سفرة رمضان في كثير من البلدان، وهو من أشهر الحلويات الرمضانية وطعمه خطير. خلونا نعرفكم على كلاج رمضان وأصول هالحلا وتسميات المختلفة بكل دولة في هذا التقرير. طعام مالح وحلو، طبقات عديدة، حشوات مختلفة، أشكال كثيرة تجدوا على الإفطار أو السحور، يحبه الكبار والصغار. ليست هذه حظورة رمضان، وإن كان المقصود بهذا الكلام طعام طالما ارتبط برمضان على مختلف الموائد العربية. هو الفيلو في اليونان، الكولاج في لبنان، الجلاش في مصر، والورقة في المغرب. رقائق من العجين الذي صنع من الماء والطحين وبعض الملح، وتم فرده ليصبح رقيقا كالورق ويدخل في العديد من الوصفات. يرجع تاريخ هذه الأكلة إلى اليونان فيما يعرف برقائق الفيلو ومعناها الورقة باليونانية، وانتقل إلى تركيا فأسموه هناك قلاش بمعنى رقيق، ومنه انتقلت التسمية إلى دول الشرق الأوسط خلال الحكم العثماني لتصبح لكل دولة بصمتها في طريقة التعامل مع هذه الرقائق بإضافة المكونات المحلية للخروج بأشهى الوصفات. يكمن سر انتشار الكلاش للمرونة والتنوع في استخداماته، فهو يمكن استخدامه للأطباق المحلية
المالحة إذا تم حشو الرقاقات بالخضار أو اللحم أو الجبن، ويمكن استخدامه لعمل الحلويات، فتتغير الحشوات إلى سكر وحليب ومكسرات. تتعدد وصفاته وتتغير أشكاله وطرق تقديمه، وهذا يجعله محبوبا من كل أفراد الأسرة خلال شهر رمضان. في المرة القادمة حين تتذوق هذه الرقائق أيا كان اسمها في بلدك أو أيا كانت طريقة الطهو أو الشكل الذي تم تقديمها عليه، تذكر الرحلة التي خاضها هذا الطبق عبر الزمان والمكان والتجارب العديدة التي أجريت على الوصفات ليصل إليك وتستمتع به أنت ورفاقك. رحلتنا الرمضانية بتكمل بس مع أم الدنيا مصر. العادات والتقاليد العربية هي روح هويتنا، ونحن رح نضوي على كتير منها في حلقاتنا. مبارح تعرفنا على أسواق تونس، واليوم رح نحكي عن فوانيس مصر وألوانها اللي بتزرع الفرح. العاصمة المصرية القاهرة تتزين بالفوانيس والألوان والجوامع، بتستقبل الشهر الفضيل بالسلام والمحبة. وسوى مشاهدينا راح ناخذكم برحلة سريعة إلى القاهرة عشان نشوف تحضيراتها لشهر رمضان. لكن هالفوانيس كمان غير إنها بتنور سهراتنا، هي كمان مؤشر على الحالة الاقتصادية. كيف؟ خلونا نشوف بهذا التقرير. في قلب القاهرة النابض، ورغم الصعوبات والتحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري، يفضل المصريون متمسكين بإحياء زينة رمضان اللي بتعتبر رمزاً لاستقبال الشهر الكريم. وبتتحول أحياء القاهرة القديمة كالسيدة زينب والحسين وخان الخليلي لمعرض مفتوح بتعرض كل ما يخص الشهر الفضيل. هناك الفوانيس المضيئة وألوانها المبهجة اللي بتجذب المصريين الكبار والأطفال. بتعتبر الفوانيس جزءاً لا يتجزأ من التراث المصري، فهي تقليد بيرجع لعهد الدولة الفاطمية. كان الفضل لانتعاش الورش والمصانع الصغيرة للقرارات الحكومية بوقف استيراد الفوانيس من الخارج دعماً للتصنيع المحلي. ومع ذلك شهدت أسعار الفوانيس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة. ولكن تمسك المصريين بعادات الشهر الفضيل جعل المنفذ الوحيد هو الاعتماد في تصنيع الفوانيس على مواد خام محلية زي الخشب وقماش الخيامية. التضخم العالمي أثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير، فارتفع معدل التضخم ل 35.1% في فبراير 2024. وفي قرارات للبنك المركزي سمح للجنيه المصري بالانخفاض لنحو 50 جنيه للدولار بدلا من 30.85 جنيه، وهو المستوى اللي كان ثابت عنده خلال السنة الماضية. ورغم كل التحديات، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قرارا بتعديل النظرة المستقبلية لمصر لإيجابية بفضل الدعم الكبير والخطوات الملحوظة في السياسة النقدية. وفقرتنا الرمضانية مستمرة، وصحيح المأكولات والحلويات برمضان ما بينشبع منها، بس الأكيد إنه الحفاظ على وزن ثابت وصحة سليمة خلال هذا الشهر الفضيل برضو أمر ضروري جداً. وعلى الرغم من ساعات الصوم الطويلة إلا إنه الرياضة بضلها أساسية. صحيح لين، يعني الرياضة خلال رمضان أمر جداً أساسي، ولو البعض بيعتبره صعب، والآراء حول أفضل توقيت دايم متفاوتة لممارسة الرياضة ومتضاربة أيضاً. البعض يقول لك قبل الإفطار والبعض يقول بعد الإفطار، فخلونا نشوف بهذا التقرير أي توقيت هو الأفضل. صحيح أن الصيام في شهر رمضان المبارك يشكل تحدياً على الصعيد البدني، إلا أنه هناك أنواعاً من الرياضة مناسبة لشهر رمضان، فما هي أفضل الأوقات وكيف يكون ذلك دون الإضرار بالجسم؟ يفضل ممارسة رياضة الكارديو والمشي إذا كان الهدف هو حرق الدهون والتخلص منها قبل الإفطار بساعة، وتفضل الرياضات ذات الشدة المتوسطة مثل الجري الخفيف أو المشي أو السباحة. الطعام الخفيف بدوره يعطيك النشاط ويجعلك قادراً على ممارسة الرياضة بعد الإفطار، وهو ما يراه الكثير من الخبراء والرياضيين بالتوقيت المثالي، خاصة بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث، خصوصاً للذين يمارسون رياضات مثل رفع الأثقال. يكون الجسم حينها بحال أفضل من ناحية الطاقة، ويمتلك القدرة على تعويض السوائل التي خسرها مع الإكثار من تناول المياه والفواكه والخضروات. ويمكن للصائمين الذين يريدون ممارسة الرياضة أن يقوموا بتناول وجبة الإفطار على مرحلتين، الأولى بعد المغرب مباشرة والثانية بعد التمارين الرياضية. ولا ينصح بممارسة الرياضة أثناء الصيام في النهار، فقد يؤدي الجهد إلى فقدان الكثير من السوائل ومن ثم الإنهاك،
كما أنه لا ينصح بتأجيل الرياضة لساعات متأخرة من الليل لأنها قد تعيق النوم وتسبب الأرق. ويستحسن أن تكون الرياضة خفيفة أو متوسطة مثل رياضة المشي ورفع الأثقال بوتيرة خفيفة وركوب الدراجة الهوائية وغيرها من الرياضات. يعني المهم بالآخر الواحد يختار الوقت اللي بيتناسب مع نوع الرياضة اللي عم بيمارسه حتى يضل محافظ على صحته وجسمه 100% يعني. وممكن نعمل كارديو خفيف إذا لقيته صعوبة بالتمارين المعتادة، المهم نحرك أجسادنا. مظبوط، هاي كانت أخبار فقراتنا الرمضانية، وهلأ رح نروح لإعلان، وبعد الإعلان رح يكون في عنا العديد من الأخبار المتنوعة والمتفرقة. ولكن قبل الإعلان رح نتوقف مع شريط لأهم الصور في العالم في هذه المجموعة. تابع حلقة الليلة مع الأخبار الترندينج في كلام ويب. شكله أزمة الولايات المتحدة وتيك توك ما رح تنتهي، وجديد القضية تحديداً قانون ممكن يحظر تيك توك في الولايات المتحدة، وطبعاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هالخبر على السوشيال ميديا. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون بيرغم شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك أنه تسحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر، مهددة بحظرها إذا لم تمتثل الشركة لهذا القرار. خلونا نتابع معلومات أكثر عن هذا الموضوع بالتقرير التالي. On this vote, the yeas are 352, the nays are 65. أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون أطلق عليه اسم حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة. التشريع يلزم بايت دانس وهي الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك ببيعه في غضون 165 يوماً أو المخاطرة بحظر التطبيق من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة. صحيح أن التصويت على القرار أتى ساحقاً، لكن هذا لا يضمن أن يصبح الإجراء قانوناً، لأنه لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر فيه. هذا التصويت يمثل بمجلس النواب الأمريكي التهديد الأكثر وضوحاً لتيك توك في معركة سياسية مستمرة حول مزاعم بأن شركة بايت دانس قد تجمع بيانات المستخدم الحساسة وتفرض رقابة سياسية على المحتوى، مع أن تيك توك صرحت مراراً وتكراراً أنها لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية. من كلام ويب ننتقل إلى فقرة تحت الأضواء وبيلبورد أريبيا تشارت. صرنا زمان ما قدمنا هالفقرة مع بعض، يعني الحلو بهالفقرة إنه بيكون فيه كشروط ونشوف مين رح يفوز ومين رح يكون بالتوب 5، تحديدا ببيلبورد أريبيا توب 5 سونجز. يعني أنا صراحة دائما كنت متحمسة لأنه بستنى من أسبوع لأسبوع عشان أعرف أي أغنية تقدمت وأي أغنية تراجعت. فعلا ممتع يعني هذا السباق اللي قاعد يصير، ولكن عندي فضول أعرف إذا أغنية تامر عاشور ما زالت في المرتبة الأولى ولا لا، وإذا في نيو انتريز على المنافسة. فخلونا نتابع سوا توب 5 بهذا التقرير. الفنان ديستينكت اللي بيحقق نجاح كبير بأغنية لا بيتصدر قائمة بيلبورد عربية هوت 100 الأسبوع ده، وهو أكبر المتقدمين ضمن الأغاني بعد ما كان الأسبوع الماضي في المرتبة الثالثة. أما الفنان تامر عاشور فبيتراجع للمرة الأولى من أسابيع للمرتبة الثانية مع هيجيلي موجوع. كمان بيتراجع الشامي للمرتبة الثالثة مع أغنية صبراً في الأسبوع الرابع للأغنية في الترتيب. الهوت شوت ديبيو الأسبوع ده للفنان محمود تركي مع أغنية خارطة روحي في المرتبة 74. حبيبي اللي انتظرت قبل بأحلامي شفت
وبتشهد القائمة عودة أغاني للترتيب زي أغنية اختياراتي لأحمد سعد في المرتبة 92. اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي اختياراتي مدمرة. داريا قلبي للفنان حمزة نمرة بترجع كمان للترتيب في المرتبة 97. متغير يا ما عن زمان، قافل على قلبك البيبان. في المرتبة 100 الفنان حمود الخضر بيعود للترتيب مع أغنية كن أنت. لا 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 نحتاج المال كي نستاج جمال. يعني أغنية تامر عاشور تراجعت للمرة الأولى من أسابيع بس المرتبة الثانية، يعني نقدر نقول إنه الأغنية لساتها بالصدارة. صراحة هو طول في الصدارة، ولكن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أيضا تصدرت التوب 5 أرتست لأسابيع، وهي الفنانة الأكثر استماعا في الأسابيع الماضية. فخلونا نشوف إذا لسه محافظة على المرتبة الأولى ولا تراجعت. تصدر شيرين عبد الوهاب لقائمة بيلبورد عربية لأفضل فنان مستمر الأسبوع جديد في المرتبة الأولى. أنا لجاي أقول لك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل. في حين أن أكبر المتقدمين الأسبوع ده كان حسين الجسمي اللي بيحتل المرتبة 11 بعد ما كان الأسبوع الماضي في المرتبة 16. أنا كلمة الفنان رضا البحراوي بينضم للقائمة الأسبوع ده للمرة الأولى في المرتبة 86 بعد ما قدم شارة مسلسل محارب بصوته وحصلت على تفاعل كبير. أما الفنان محمد عليت المعروف بموتشي فبيعود للقائمة من جديد وبيحتل الأسبوع ده المرتبة 91 ضمن الترتيب. شما حمدان بتنضم للقائمة كمان في المرتبة 95 في دخول أول ليها. ولا يهمك ولا تحاتي أنا جوا من معاناتي. تماماً زي الفنان شهاب في المرتبة 99 في القائمة مع دخول جديد. تلاتتي سلامي بقصصها كل إيدي سيك عيال مجرسها البودرة والكيت أعلم بوسقها رفعها هويها. أما المرتبة 100 فبيحتلها حكيم اللي كمان بيرجع للقائمة بعد عودة أغنية آه يا قلبي للانتشار رغم مرور سنوات على إطلاقها بفضل تيك توك. رهيبة هالشيرين لساتها هذا الأسبوع كمان بالمركز الأول، وبنقدر بكل بساطة نقول يا جبل ما يهزك ريح، مع أنه ما في أغاني جديدة عندها لكن صراحة تستحق المركز الأول. مزبوط. من فقرة شو تايم خلينا نعرف آخر أخبار للرياضة بفقرة سكور. يعني لين كل ما يمر الوقت يزيد الحماس، لأنه أشهر قليلة تفصلنا عن انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس. الملايين من حول العالم راح يتوافدوا إلى العاصمة الفرنسية عشان يتابعون الحدث الرياضي، والتحدي كبير أمام فرنسا. التحدي كبير سلطان، مش بس سياحياً تقديم الخدمات اللازمة وحسن الضيافة، ولكن أمنياً كيف راح تقدر الدولة الفرنسية تسيطر على سكان المدينة والسياح اللي توافدوا لحضور الأولمبيكس والرياضيين وفرقهم؟ فما كان أمام فرنسا إلا الاستعانة بالAI. كيف؟ خلونا نتابع التقرير. فرنسا بتستعد لاستقبال ملايين الزوار خلال دورة باريس للألعاب الأولمبية الصيف اللي جاي، ومن ضمن الاستعدادات الأمنية للحدث الضخم ده وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية 59 عضو مقابل 17 على استخدام كاميرات المراقبة اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، وده يخلي فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تشرع استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة. برنامج المراقبة بالذكاء الاصطناعي بيستخدم خوارزميات معقدة عشان يتنبأ بالأحداث قبل ما تحصل. بتطوروا 4 شركات برمجيات كبيرة وهي فيدتكس، أورنج بيزنس، تشابس فيجن، وينتكس بميزانية 8 مليون يورو. النظام ده بيراقب تحركات الناس في التجمعات وبيرصد أي سلوك غير طبيعي لشخص أو مجموعة أشخاص في الأماكن العامة أو وجود شنط أو صناديق مجهولة في أماكن الازدحام، وكمان بيكشف عن الأسلحة والمتفجرات وحاجات تانية بيقوم بإبلاغ الجهات الأمنية عنها عشان تتدخل. السلطات الفرنسية اللي جربت النظام ده فعلا في حفل موسيقي كبير لفريق دي بيتش مود وكان ناجح جدا، قالت إن الأولمبياد هتكون أكبر تحدي أمني في تاريخها ولازم تستعد له كويس عشان تضمن سلامة ملايين السياح اللي هيغمروا العاصمة الفرنسية في الصيف. في نفس الوقت جمعيات حماية الحقوق المدنية زي منظمة العفو الدولية وجمعيات الحقوق الرقمية معترضين على الخطوة دي، وممكن جدا يطعنوا على قرار قدام أعلى محكمة دستورية، وده بسبب أن تقنية التعرف على الوجوه ممكن تكون مقيدة للجمهور. ده غير أن مع وجود الملايين اللي جايين من كل أنحاء العالم هيكون صعب تعريف السلوك غير الطبيعي اللي
ممكن يختلف باختلاف طبيعة الناس وطرق تعبيرهم عن انفعالاتهم المختلفة، وده ممكن يؤدي للشك في ناس بريئة وبالتالي القبض عليهم بدون جريمة ارتكبوها. وأكدت السلطات الفرنسية حرصها على خصوصية السياح وإنها هتعالج المخاوف المتعلقة بالخصوصية والحريات عن طريق لجنة تقييم أنشأتها وزارة الداخلية الفرنسية، مهمتها مراقبة بلاغات الذكاء الاصطناعي. اللجنة دي رئيسها مسؤول من أعلى محكمة إدارية في فرنسا، وبتضم ممثلين عن هيئة مراقبة الخصوصية في فرنسا ومشرعين وأفراد من الداخلية عشان يقيموا السلوكيات اللي بيبلغ عنها الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ أي رد فعل. ومن الرياضة بنروح لأحدث الأخبار في أبديت. واصلت العملة الرقمية بيتكوين ارتفاعها الجنوني وسجل سعرها رقم قياسي جديد تجاوز 72 ألف دولار بعد أحاديث تم التداول فيها عن احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأشهر المقبلة. العملة الرقمية الأشهر والأكثر تداولاً كانت سجلت في الأسابيع الماضية أيضاً رقم قياسي متجاوز رقم نوفمبر مع 68,991 دولار. فليش هالارتفاع التصعيدي وإيش هي خلفياته ونتائجه؟ الأجوبة بهذا التقرير. تستمر العملات المشفرة في حصد أحجام تداول قياسية خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً البيتكوين التي حلقت عند مستويات تاريخية بعد أن شهدت الارتفاع الأكبر لها على الإطلاق عند 72 ألف دولار تقريباً. فمنذ بداية العام الحالي صعدت أسعار البيتكوين بنسبة 70% تقريباً من مستوى 42 ألف دولار، وهي زيادة مذهلة بعد انهيار الأسعار مع تراجع عدد كبير من الشركات العملاقة في القطاع. يعود سبب الارتفاع الكبير بحسب الخبراء الاقتصاديين إلى الدعم الذي تلقته من موافقة تنظيمية صدرت في الولايات المتحدة في يناير الماضي على إدراج صناديق تداول بيتكوين في البورصات، وهو ما يعد المحرك الرئيسي للزخم في الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية. كما يعتبر هذا الارتفاع هو الثالث لها خلال أيام قصيرة بعد أن وصلت إلى أكثر من 68 ألف دولار، ويتوقع بعض المحللين استمرار ارتفاع سعر البيتكوين ووصوله إلى 100 ألف دولار في الفترة المقبلة. ويفترض أن يؤدي هذا الارتفاع إلى تقليل المعروض من البيتكوين المتاح للشراء، وهو ما يفسر سبب ارتفاع قيمة هذه العملات، خاصة وأن الكثير من الخبراء يرجحون ارتفاع البيتكوين ووصولها إلى حالة الذروة بسبب ضعف الدولار الأمريكي بعد مجموعة متنوعة من بيانات التوظيف في الولايات المتحدة. حلقتنا لليوم انتهت، نتمنى تكونوا استمتعتوا بالأخبار اللي قدمنا لكم إياها وحبيتوا الفقرات المختلفة. وأكيد موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل، والختام مثل العادة فيديوهات من حول العالم في دقيقة واحدة تختصر أهم الأحداث اللي حصلت في الساعات الماضية. تقبل الله منا ومنكم وتصبحون على خير. صباح على خير.